لطيف. Okay. ثمانية. The turtle is السلحفاة تكون بطيئة، يبقى sleepy. نقول إيه؟ The turtle is The turtle is إيه؟ بطيء يعني إيه؟ موجودة هي توتي. Fast ولا slow؟ The turtle is slowly. Yes, the turtle is slow. إكسن إكسن إكسن. طب لما نيجي نكمل، أنا عندي هنا عايزة أقول، ركز معايا سمير، هي تكون نملة صغيرة. كلنا نركز يا حبايبي. سمير فوكس. هي تكون نملة صغيرة. طب أنا هقوم قايلة إيه؟ It is. النملة هقول عليها it عشان هي شيء. One. It is a أو an. نملة صغيرة. يبقى أنا هقول إيه؟ مين اللي هيجي الأول؟ صغير الأول. الـ adjective الصفة بتيجي الأول. يبقى it's a small ant. A small ant. ليه يا مس سمول جت الأول قبل الـ ant؟ عشان small adjective صفة صفة فبتيجي الأول. يبقى نقول it's a small ant، يعني هي تكون نملة صغيرة. It's a small ant. It is a small ant. طب نحاول نترجم translate number two. هي تكون قطة سريعة. تمام يا كارما. It is Okay, teacher. It's a قطة سريعة. A fast. it's a fast cat. Excellent. It's a fast cat. يبقى الـ a وبعدين ايه؟ it is وبعد كده ايه؟ a ايه؟ قطة سريعة. نبدأ بالسريع. Fast أو cat. a fast cat. يبقى fast cat الأول. اكسن اكسن اكسن. شطور. تمام يا Thank حسام you, ومريم. teacher. إن هي تكون بقرة كبيرة مثلا. يلا عشان هندخل بعد كده على comparative. بقرة كبيرة يعني ايه؟ it's what؟ حسام ومريم. ريتان. أيوة يا مس. إنها تكون بقرة كبيرة، يبقى هنقول it's what it's a إيه؟ إيه؟ عايزة أقول إن هي بقرة كبيرة. it's a It is a big. big إيه؟ big cow. it's a big cow. big cow يعني بقرة كبيرة. it's a big cow. بس يبقى انا بقول بيج الاول بعد كده كاو. اخر حاجه ان هو حصان سريع مثلا. اسيل. يلا يا اسيل. سيت اللي هي اسيل. انه يكون حصان سريع. يبقى نقول ايه؟ اتس وات. اسيل او فجر او ايمان. افتح المايك. نعم يا معلم. حصان سريع. يبقى نقول ايه؟ هنقول هورس فاست ولا فاست هورس؟ fast horse. It's a fast horse. يبقى fast دي هي الأدجكتيف، هي الصفة اللي لازم تيجي الأول. Fast horse يعني حصان، حصان سريع. طب بقرة كبيرة. Big cow. قطة سريعة. Fast cat. نملة صغنطوطة. Small ant. Now let's move to the comparative part. دلوقتي هنقارن. When we compare، لما بنيجي نقارن، تعالوا نشوف هنا. إحنا عندنا هنا two، اتنين. أنا عندي أحمد and أنس. أحمد هو الولد الطويل وأنس is the short boy. أنس هو اللي قصير. So this is أحمد and this is أنس. Okay, this is أحمد and this is أنس. أنس أنس. So who is taller؟ مين هنا taller؟ We want to compare. دلوقتي عايزين نقارن ما بينهم. مين أطول؟ Who is taller؟ واضح جدا إن أحمد is the taller. So we say أحمد is taller than أنس. Taller than. يعني يا مس احنا بنجيب الـ adjective الصفة اللي هي tall. أحمد is، بدل ما أقول أحمد is tall فأنا بقول يا سيل أحمد is taller than أنس، يعني أطول من أنس. فانا هجيب طول واحط لها ايه؟ اي ار. يبقى الادجكتيف هتحب معاها اي ار. taller than. احمد is taller than انس. اطول من انس. طب لو بدأنا بانس، يبقى انس is ايه؟ taller ولا shorter؟ يلا فكروا كده وقولوا لي. انس is taller. اطول ولا
ولا شورتر؟ Shorter. أقصر أقصر. Shorter. 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 Okay, شاطرين. يبقى أنس ده الولد القصير شوية، يبقى نقول إن أنس إز إيه؟ أنس إز شورت. لا إحنا دلوقتي بنقارن، عايزين نقول أقصر منه. دلوقتي كومباريتيف، بنقارن بين أحمد حمود وأنس النوت، بنقارن ما بينهم. يبقى بقى ما ينفعش أقول أنس إز شورت بس، لا أنا بقول هو أقصر من أحمد، يبقى شورتر هتحب معاها إي آر، والاي ار بتاخد معاها زين على طول، يعني shorter than Anas is shorter. Anas is يكون is shorter than، اقصر من احمد. فعلا Anas is shorter than احمد. يبقى احنا في الادجكتيف الصفه بنحط ايه؟ الاي ار بتحب الزين، الاي ار بتحب الزين، الاي ار بتحب الزين، يعني عايزه اقول اسرع من. هقول fast than ولا faster؟ faster. ER بتحب than، هنقول faster than، faster than. ER loves than، أسرع من. طب أبطأ منه، بطيء، يبقى slower. ER برضو بتحب than، يبقى slower than، بطيء أكتر منه. طب أطول منه، أنا عايزة أقول بابا أطول مني أنا، يبقى my dad is taller، taller than me، أطول مني، taller than me، يبقى tall بنحط لها ER تبقى taller than. طب أنا أقصر من بابا، يبقى I am short، short ولا shorter؟ بقارن، يبقى I am shorter than dad. I'm shorter than dad، يعني أنا أقصر من بابا. This is a comparative. إحنا بنحط الـ ER مع than، ER مع than، ER مع than. ماشي. دلوقتي يا مثلا رفايدة، افتحي المايك يا رفايدة. أوكي أنا عايزة أقول أكبر من، يبقى هنقول إيه؟ من big هتكون إيه؟ المفروض نضيف لها إيه؟ ار، هي big بس انا عايزه احط لها اي ار، هتبقى اسمها ايه؟ bigger. bigger bigger accent، bigger than، اكبر من. طب tall هتكون ايه؟ tall لما نحط لها الاي ار، يلا كلنا نقولها معايا، هتكون ايه؟ taller than، easy easier than، small دولار. smaller than، بحط الاي ار، يلا ممكن تقولوا معايا heavy، يلا هتكون ايه؟ heavier heavier than، heavier heavier than، heavier than، heavier than، heavier than، heavier than. بس ما تنتهيش بعدها، ما تنتهيش بعدها عشان تسمعوني، بس عايزاكم تشاركوا. طب كنت تنخفض الغلاف؟ لا للاسف انتوا لسه صامتين، هقفل لكم المايك، فانتوا قولوا بقى معايا وانتوا قافلين المايك. heavier than، انا لسه هديكم القاعده ازاي نشيل الواي، بس يعني heavier than. يلا الورم هنخليها اي ار برضه، يبقى ايه؟ warmer than، اتفق من. fast هتكون ايه؟ يلا قولوها قبليه، ها faster than، اسرع من. بطيء يعني slow، انا عايزه اقول ابطأ منه، يبقى slower than. ER بتحب than، slower than. مخيف يا مس، ده مخيف أكتر، أنا عايزة أقول إن الأسد مخيف أكتر من ال من ال من مثلا إيه؟ من الثعبان، يبقى نقول scarier than. طب أقوى من؟ أنا أقوى منكو، ها نشوف مين أقوى من مين، يبقى I am إيه؟ strong ولا stronger؟ الـ ER بتحب than، I'm stronger than you. ER بتحب الزين، stronger stronger. ER خلاص عرفنا ان ER بتحب الزين. طب ننتقل لحاجة تانية، عندي هنا two animals، حيوانين اتنين، لازم اقارن. when we compare بقارن، بقارن ما بين حاجتين بس، two animals
حيوانين أو two people شخصين، يعني مثلا بقارن ما بين ألمة ورفايدة، بقارن ما بين عمر وأسيل، لازم اتنين بس، بقارن ما بين صهيب وعبود، لازم بقارن ما بين two اتنين بس، بقارن ما بين الإليفنت والأنت، بقارن ما بين أحمد وأنس، يعني هي comparative، بقارن مقارنة بتبقى ما بين اتنين بس، two بس، two people أو two things عادي أو two animals. عندي الإليفنت وعندي الأنت، مين bigger؟ which one is bigger؟ مين أكبر؟ ها؟ واضح مين الأكبر؟ إن الإليفنت هو الأكبر. How to say it؟ أنا ببدأ بذاء وبعد كده اسم الأنيمال. The elephant is bigger than the ant. هو أكبر من الأنت. هنقارن دلوقتي ونكتب ونعمل جملة كاملة. طب مين أصغر؟ مين smaller؟ أكيد الأنت أصغر من الإليفانت، يبقى small، the ant is smaller than the elephant. عندي هنا cheetah و turtle، مين أسرع؟ مين faster؟ which one is faster؟ مين الأسرع؟ the cheetah ولا the turtle؟ cheetah The cheetah is ايه بقى؟ ما انت لازم تقول the cheetah is ايه؟ faster ولا slower؟ اسرع fast fast faster ولا slower slower slower؟ هي طبعا fast fast faster، يبقى هي اسرع فعلا من الترتل. طب تعالوا نعرف القاعده يا مس. big يعني كبير، أنا عايزة أقول الإليفانت أكبر مني، فلازم تبقى إيه اسمها؟ bigger bigger bigger. طب إزاي نحط الـ ER يا مس؟ تعالوا أقول لكم على حاجة. big this is big، دي big عندي أهي. عايزة أقول لكم إن في حد هنا طماع، بي و I و G، في واحد منهم طماع. عارفين مين هنا الطماع؟ greedy يعني wants more. في واحد هنا طماع، في letter، في حرف طماع، مين الحرف الطماع ده؟ يا حرف يا طماع اطلع، انت مين؟ هقول لكم بقى مين الحروف الطماعة، لو شفتوهم تعرفوا، وانتوا هتقولوا لي لوحدكم بقى مين الحرف الطماع اللي هنا. كل ال vowels طماعين، all the vowels are greedy، كل ال vowels طماعين، عايزين أكتر، wants more، يبقى ال vowels الحروف المتحركة، vowels يعني حروف متحركة. مين هم الفاوس؟ أكيد أنتوا حافظينهم. E-I-O-U E-I-O-U E-I-O-U. نقول تاني، قولوا معايا A-E-I-O-U A-E-I-O-U. كل دول طماعين، فاوس حروف متحركة طماعة، A E I O U أو ال A ضربت E قالت I O U زي ما انت حافظين، يبقى دول ال vowels حروف متحركة. يبقى مين هنا الطماع؟ ال B ولا ال I ولا ال G؟ أنا هفتح لكم المايك وانتوا قولوا لي مين الطماع هنا؟ فعلا الاي هتكون هي الطماعه، الاي هي هنا الفاول الطماعه، فعشان هي هنا طماعه قالت انا اي وانت مور، طماعه يعني عاوزه اكتر، انا ما ينفعنيش كده، انا عاوزه تاني، فهتعمل ايه؟ دبل دبل ذا لاست ليتر، يعني بنزود من اخر حرف، فالاي دي عشان هي طماعه خلتني ازود الجي، هنكتب جي تاني قبل الاي اور. يبقى مين الطماع؟ الـ I greedy، الـ vowel الـ I هي اللي خلتني أعمل double G، أكتب 2 G بس كده، يبقى بقت اسمها bigger bigger. طب يا مس لو أنا كتبت bigger كده bigger بجي واحدة أبقى أنا غلط؟ نو لازم الـ I طماع، بنكتب 2 G double G 2 G double يعني 2 2 2 2 double 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 double، يبقى bigger لازم نضيف الجي. تاني تعالوا نشوف تاني. bigger than أكبر من. طب fat fat يعني إيه؟ fat fat يعني تخين. عايزة أقول إن أحمد، وعايزة أقول إن الإليفانت أتخن من الجيراف، أتخن منها،
يبقى the elephant is a fatter than the giraffe. fatter، هل هكتب fatter كده؟ حط ال ER بس كده، كده كلمة fatter. نفكر، هل عندي حد طماع هنا؟ هل كلمة فات فيها حد طماع؟ ولو فيها مين هو الحرف الطماع اللي هنا؟ اي 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 الاي هي اللي فاول طماع، حرف متحرك طماع، فعايزه مين؟ عايزه مين يبقى كتير؟ هتدبل التي، هتدبل اخر حرف يعني بتزود تي تاني، يبقى اسمها فاتر زان، فاتر زان، اتخن من مين؟ اتخن من مين هنا؟ الاليفانت ولا الانت؟ الاليفانت اتخن، يبقى ذا elephant is تكون أو يكون is fatter than أتخن من than يعني من fatter than the ant أتخن من ال ant. طب واحدة تانية، طب يبقى fat يعني تخين، fatter fatter fatter. طب أنا عايزين نقول سن، سن يعني رفيع، فيها حد طماع، ال I ال I طماع greedy wants more عاوزة تاني، فبتزود ال N double N ونحط لها E R. thinner than أرفع من، thinner than أرفع من، ال E R بتحب ال than، E R بتحب ال than. طب لما الصفة تنتهي ب Y، بصوا هنا كده، بسم الله، happy يعني سعيد، احنا عارفين كلنا كده. طب أنا بكرة هروح المصيف، أنا بكرة رايح البيتش الشاطر، انا عايزه اقول ده انا اسعد منك، انا فرحانه اكتر منك انت، وقارن انا بقول انا فرحانه اكتر منك، هقول I am happier than you، happier happier، انا افرح، انا فرحانه اكتر، انا happier than you. فهكتب happier ازاي؟ هحط ال ER بس كده وخلاص، ER بس كده، ولا في حد عارف؟ اللي عارف ممكن يقول، ها في هنا هنعدل حاجه حرف الواي يا تيتشر، الواي هنشيله حرف الواي، حرف الواي هنشيله ونحط اي ام اس. شاطرين، انا كده فهمت ان في بعضكم عارفين الرول، القاعده دي. هابي الواي كده شكلها مش حلو، نو 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 نو، هنعمل ايه في الواي؟ ديليت ديليت ذا واي، نشيل نشيل الواي ونحط بدلها الاي، تبقى اسمها ايه؟ هابير happier، نحط بدل ال y i happier، انا فرحانه اكتر، I am happier، انا happier، انا فرحانه اكتر من مين؟ than you، اكتر منك، بس كده. يبقى ال y لو موجوده بنحذف ال y ونحط i e r، i e r مش e r بس، بس that's it. big bigger بنزود ال g double g e r، tall taller than easy، في y شيل ال y يا مس ونحط i e r، small smaller، heavy heavier، warm warmer than، fast faster than، slow slower than، scary مخيف يا مس اخرها y. هنعمل ايه في ال y؟ يلا قولوا لي، هنشيل الواي يا تيتشر، هنشيل الواي. تمام، اللي انا فهمته ان انتوا عايزين تقولوا لي ان يعني بنشيل الواي ونحط اي اي ار، انا كده شطوره فهمت صح؟ انا تقريبا فهمت صح كده، انا شطوره. يبقى سكيري هنشيل الواي تبقى اي اي ار، سكيرير وسترونج سترونجر، عادي اي ار كله بياخد اي ار ما عدا اللي احنا قلنا عليه بقى، اللي هنزوده لو في حد طماع، حرف متحرك باول، او الواي بنشيلها ونحط بدلها ار، بس ذاتس ات. ده كده مع الشورت ادجكتيف، الاي ار بتحب الذان، تولر ذان، شورتر ذان، سمولر ذان، فاستر ذان، فاستر ذان، اسرع من. ماشي، نلعب بيه وبعد كده نرجع عشان نشوف هنكون جمله ازاي واحنا بنكتب سنتنس أو إحنا بنكتب paragraph على الجزء ده. بسم الله، 1 minute كده وهنلعب جيم حلو. دقيقة وهنلعب جيم.
اللي صاحي ومركز من ساق معايا ومصحصح معايا كده، يحط اي ايموجي كده، العبوا كده في الزوم وحطوا اي ايموجي، عرفوني ان انتوا موجودين صاحيين معايا على كوكب زمردة، ولا انتوا في كوكب تاني؟ انا في كوكب الارض، لو معايا في كوكب الارض اعملوا اي ايموجي كده. انا حسيتكم كده في كوكب تاني، كوكب المريخ، كوكب زمردة، اي كوكب تاني. لا اذا في ناس معايا على كوكب الارض صحيين ومركزين. اوه واو، يلا let's play the game. ماشي يلا نبدأ، بسم الله. ماشي let's start، هنبدأ. عمر تامر، يلا يا عمر unmute، افتح المايك. The man. Yes, teacher. من يا عموري؟ The man. Yes. The man is stronger than the boy. المان فعلا is stronger. Oh no, the very 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 strong. Excellent يا عمر. Perfect. Great. Come on. Yeah, Muslim. Unmute and answer this one. مسلم؟ اوكي. محمد؟ تمام يا مس، اوكي يا إذا مسلم. elephant is bigger than the girl. Of course it's bigger than the girl. Excellent, perfect, amazing. كمان يا محمد. The soccer ball is the beach ball. It's smaller. فعلا ده soccer ball. soccer يعني equal football، football. the soccer ball يعني كرة القدم اللي هي الفوتبول بول أو الفوتبول يعني. so is إيه؟ أكيد is smaller، أصغر أصغر، smaller than the beach ball، أصغر من البيتش بول. excellent great. يلا يا سهيب. يعني يا سهيب. نعم. يلا يا حبيبي كمان. بيدرو then ماركوس. عندي بوي ولد اسمه بيدرو، هو ده بيدرو، this is بيدرو، وبوي تاني اسمه ماركوس. ماركوس سو يلا عايزين نبدأ ببيدرو. is لازم is عشان هما مش كاتبينها. بيدرو is ايه then ماركوس؟ بيدرو الولد ده weaker ولا stronger يا صهيب؟ weaker. weaker، هو فعلا أضعف. بيدرو is weaker. بيدرو ناقص إز، لازم إز، هنقول لهم إيه ده يا جيم إحنا أشطر منكم، ناقص إز، فين إز؟ بيدرو إز، منا إز، صهيب إز، ذا إليفانت إز، ذا بوي إز، يبقى لازم إز. بيدرو إز ويكر ذان ماركوس، أضعف من ماركوس. تمام، إكسنت يا صهيب. يلا يا ألما. ألما؟ Betty's hair. عندي بنت girl اسمها Betty و girl تاني اسمها Polly. So عايزين نتكلم عن Betty's hair، شعر Betty. Betty's hair. ألما فتح المايك بس ما تتكلميش. ريناد وفايدة. ايه يا حبايبي فين؟ رحت فين؟ ريناد ماشي. يوسف الو. ايوه يا حبيبتي سامعاك. I can hear you ريناد. come on. Betty's hair، شعر بيتي is. ريناد انا مش سامعاك يا ريناد، ما تتكلميش. يوسف لونجا. اوكي but I want you to read. read يلا اكسنت يا يوسف، but read it، اقراها يلا. Betty's hair. Betty's hair is longer than Polly. Polly's hair. great. it's longer. شعر طويل. بقول my hair is long. I have longer hair than you. يبقى longer. اكسنت يا يوسف. حمزة. يلا يا حمزة. unmute. المايك. my grandfather. grandfather. حبايبي ما اسمهاش جراند فاذر، الدي سايلنت ما بنطقهاش. ماي جراند فاذر، ماي جراند فاذر از. يلا يا حمد.
My grandfather is Is then the kids, الأطفال kids. يبقى my grandfather is older or younger. هو older or younger grandfather. grandfather جده older أكبر ولا younger أصغر؟ جده my grandfather is old يعني كبير older أكبر ولا younger أصغر؟ old excellent old يعني كبير بس أنا عايزة أقول إن هو أكبر من الأولاد من الكيد من الأطفال يبقى my grandfather is older أكبر older طب أنا مس منا أكبر منكم يبقى أقول I am older than you أنا أكبر منكم أنتوا أصغر مني you are younger وأنتوا أصغر يلا يا جنى اكتب في حمزة شطور جنى أنا عايزاكم كلكم تشاركوا أنا بس ماشية بالترتيب يلا يا جنى سالي Danny is shorter than two. طبعا سالي shorter أقصر اكسن جريت شطورة يا جنى فاطمة كمان يا فاطمة فاطمة يا فاطومة ماريو ماريو and كارلوس ماريو is ماريو is ماريو is a faster or slower ماريو أسرع ولا أبطأ؟ وصلتي لحد فين؟ faster نعم؟ faster faster great excellent great شطورة بسم الله ثواني عشان اوكي طبعا ماريو از فاستر شكرا يا توتي ماريو از شكرا عفوا يا قلبي يور ويلكم ماريو از فاستر ذان كارلوس طبعا ماريو فاستر اكسن اكسن شكرا يبقى this is for er plus than هناخد دلوقتي بارت تاني جزء تاني حاجة تانية بسم الله اوكي يلا let's continue انا ميس يس يا حبيبي هو نيد تايتل نعم لا دي مش حاسة يعني ايه اكسايتد excited يعني متحمس I'm excited أنا متحمسة I'm excited tomorrow we're going to the beach إحنا بكرة رايحين البيتش I'm excited أنا متحمسة جدا I'm so excited أنا متحمسة يلا let's start هنبدأ بالcomparative مع المقارنة وإزاي نكون جملة عشان نستخدمها بعد كده في الباراجراف طبعا الحاجات دي كلها بتشرح تاني مع بدء الدراسة مع التيشر بتاعكم لكن احنا بنتعرف عليها دلوقتي عشان نكون اشطر كمان من الطلبه التانيين اصدقاء faster than slower than bigger than easier than اسهل من taller than اطول من shorter than اقصر من smaller than اصغر من warmer than ادفأ من انا عايزه اقارن دلوقتي عايز مفروض جايب لك يونت 2 comparative مقارنة وطبعا في الباراجراف لازم اقارن ما بين الحيوانات فازاي اقارن انا ببدأ باسم الحيوان اللي بقارن بيه the elephant مثلا او the giraffe او the boy او the girl the واسم اي حاجة بعدها the يعني ال ايه the elephant الحوت sorry the elephant الفيل the whale الحوت whatever ايا كان اسم الحيوان بعدها لازم يكون في verb يكون مين معناها يكون is لازم اقول is دي لو نسيتها oh no don't forget is ما ينفعش انسى is
يبقى the elephant is, the whale is, the giraffe is, منا is, دولين is, أسيل is, ريتاش is, محمد is, يوسف is, سمير is, جنى is, فاطمة is. يبقى أنا لازم بعدها verb is، وبعد كده ال adjective الصفة بنحط لها er plus than لما بقارن، taller than, faster than, shorter than, smaller than، وبعد كده ذا الحيوان التاني أو اسم الشخص التاني أو الحاجة التانية اللي أنا بقارن ما بينهم، زي مثلا the giraffe is the tone taller than أطول من ال lion، the lion الأسد، الأسد يعني the lion مش lion بس، the lion الأسد، ال يعني ذا، the lion، the elephant، the giraffe، the whale، the shark، الشارك، يبقى ذا يعني ال. تعالوا نترجم نمبر 2. أنا عايزاكم كده تجيبوا نوت بوك كراسة كده على طول جميلة ونحاول نترجم نمبر 2 عشان أشوف خطكم الجميل. كلكم تشاركوا، تفتحوا الكاميرا وتورونا، صح ولا مش صح؟ خلينا نشارك، يلا برينج يور نوت بوك، اللي معاه نوت بوك بسرعة، اللي مش عارف يكتبها في الشات. هنترجم translate number 2، النمر يكون أسرع من الزرافة. النمر يكون أسرع من الزرافة. اللي جايب النوت بوك يكتب فيه. النمر يعني تايجر، تايجر يعني نمر، هكتب لكم كلمة نمر يعني تايجر، انتوا بتقولوا ذا تايجر. وبعد كده يكون يعني از، أسرع من هنجيبها من فوق يعني faster than، بس أنا عايزاكم تشاركوا. الزرافة يعني جيراف، عايزين نكتبها لكم مفيش مشكلة. جيراف يعني زرافة، يلا بينا نخلص لحد دلوقتي. النمر يكون أسرع من الزرافة، هنشوف في الشات. The tiger okay. اكسن اكسن ايفون احمد جريت، ناقص بس زي ذا جيراف. اكسن اكسن يا ادم ناقص از، ما تنساش از، ذا تايجر از، ادم از، احمد از، لازم از يكون. مسلم اكسنت يا مسلم جريت، اكسنت يا ريتان طبعا ممكن تكتبي في الكراسه. اكسنت اكسنت احمد شطور، كتبتها كلها من غير ما تنسى اي جزء. اكسنت اكسن اكسن ميرا بيرفكت، كتبتيها كلها من غير ما تنسي اي جزء. في ناس بتوريني، ويت بقى ثواني، كارما بتحاول توريني، ويت يا كارما، قوم يا توتي. اوكي اكسن بس ناقص ذا، ذا جيراف، الزرافة، ذا جيراف، اكسن تبريد شطورة. مين تاني بيشارك في النوت بوك؟ مين تاني بيكتب في النوت بوك؟ اوكي طبعا كلنا لازم نشارك، وبعد كده طبعا في خلال الدراسه تكون معانا النوت بوك بحيث ان احنا نشارك ونكتب ونستفيد. النهارده ممكن تكونوا ما كنتوش عارفين ان احنا نحضر النوت بوك، ماشي. يبقى ذا تايجر، النمر از، يكون faster than the faster than the giraffe، بس كده. يلا نمبر 3، الحوت اكبر من سمكه القرش. حوت هكتبها لكم يعني ويل، ويل الحوت، بس طبعا انا بقول الحوت يعني ذا ويل، ما ننساش ذا قبل اسم الحيوان. اكبر من سهله مكتوبه فوق اهي bigger than، سمكة القرش يعني شارك. انا بس عايزاكم تكتبوا الجمله حطوها جنب بعض بس كده، شارك يعني سمكة قرش، ويل يعني حوت. عايز تقارن عايزاك تكتب الجمله. يلا مين كتبها في النوت بوك؟ مين كتبها في الشات؟ يلا وردوني. اكسنت يا محمد، اكسنت اسامه، اكسنت محمد يحيى، اكسنت مؤمن، اكسنت ريم عند رحمة، اكسنت يا ملك، اكسنت يا مؤمن. مؤمن مؤمن the first one، اول واحد يخلص السنتنس دي number 3، اكسنت يا مؤمن جريت من غير ما ننقص اي جزء. كارما انت بتبعتي بس كلمة كارما، لكن السنتنس الجملة نفسها ما بتتبعتش، انت بتبعتي اسمك يا كارما، انت بتبعتي اسمك يا كارما. أحمد نسيت حاجة يا أحمد، سمكة القرش، فين القرش؟ فين ذا شارك؟ وفي واحدة تانية ذا ويل بيجر،
في حاجة لسه ناقصة، هل ينفع أقول ذا ويل بيجر؟ منا بيجر، منا تولر، منا أولدر، ولا لازم إز؟ منا إز، أسيل إز، أحمد إز، ذا ويل إز، ننساش إز. أه يا كوكي ثواني، حاضر صح، أنت عايزة توريني في الكاميرا، ماشي يا كاميرا، أوكي. إيه اللي مش سامعه يا يوسف؟ هما الباقيين سامعيني. حبايبي الحلوين سامعيني ولا نو؟ كان يو هير مي؟ Yes. Yes. صوت كويس. Yes. عندك انت كده عندك مشكله. ماشي. طبعا اللي لسه مش عارف يترجمها يقول لي مس انا مش فاهم، انا مش عارفه اترجمها. يلا اللي مش عارف هو بس اللي يفتح المايك دلوقتي. مين مش فاهم مش عارف ازاي اترجمها؟ مس ممكن تعدلي الكلمه دي؟ انا انا فاهمه يا اللي تيتشر. يفتح المايك دلوقتي هو بس اللي مش فاهم. اي حد انا يفتح المايك هفهم هو مش فاهم. انا شوف الشعر، ماشي شوف الشعر. مين مش فاهم؟ انا مش ممكن تعدلي حتى الفو تاني؟ عايده تاني، عايده تقولي ده تاني. الزرافه، الزرافه، قال يعني ازاي الزرافه؟ يعني جيره اهي، جيره. نقفل المايك يا حبايبي. تكون حاضر يا مي إز. أنا عايزة أقول إن تيتشر أنا فاهمة. حاضر يا مي أنا عارفة عارفة. ألو فاهمة أنا فاهمة أنا فاهمة يا تيتشر. أنا عارف أنا عارف أنا عارف وأنا فاهمة. أنا اقفل المايك، اقفل المايك. أنا قفلت حبيبتي. خلاص يا حبيبتي، خلاص يا حبيبتي، خلاص يا حبيبتي، خلاص يا قلبي. ده جيراف إز. إز إيه؟ تكون أطول من. أطول من يعني إيه؟ فين؟ طويل. أنا ده هستفاد منه في إيه بعد كده لما أجي أكتب الباراجراف وأقارن ما بين مثلا الحصان والجمل ولا الجمل والبتاع، يعني أقارن ما بين اتنين أعرف أكتب جملة. بس ده اللي أنا عايزاك تعمله. ده جراف، الزرافة، الساكون. أطول من يعني إيه؟ جبتها من فوق. طولر ذان، أطول من. طولر ذان، أطول من الأسد. الأسد يعني إيه؟ ذا لاين، الأسد. محدش يقول لاين بس، لا هو اسمه ذا لاين، ذا لاين الأسد. النمر يكون أسرع من الزرافة، ترجمناها من شوية. الحوت أكبر من سمكة القرش. مفيش يكون على فكرة، بس ما طبيعي مش لازم كل سنتنس يكون فيها يكون. أنا أكون فاهم، ما هو الحوت أكبر من السمكة، يعني الحوت أكبر من السمكة؟ ذا ويل، الحوت. محدش بقى يغلط ويقوم قايل بيجر، يبقى أنا كده غلط. ليه؟ محتاجين مين هنا يكون؟ ما هو أنا لازم أكتبها، لازم الجملة يكون فيها فعل. ده سبجكت كده، سبجكت فاعل، بعدها فيرب. الفيرب هو إذ يكون، فأنا لازم أفتكر إن أنا أكتب إذ لوحدي من غير ما حد يفكرني. أنا لما كنت الجملة كده عايزة أقول الحصان أكبر من، قصدي الحصان أسرع من الجمل، يبقى ذا هورس إذ، لازم إذ بعدها. قولوا جملة دلوقتي كده. ريتاج إذ تولين، إذ أتيل، إذ ذا ويل، إذ ذا كار، إذ ذا جراف، إذ ذا تايجر، إذ ذا تيرتل، إذ ذا إليفانت، إذ منا، إذ هاجر، إذ رودينا، إذ. لازم يكون في إذ فيرب فعل. يبقى the whale is bigger than، أكبر من، ونقول اسم الحيوان التاني the shark. يبقى the whale is يكون bigger than the shark. number four، السلحفة أبطأ من الدولفين. يبقى السلحفة يعني إيه؟ the يعني قلب، سلحفة يعني turtle، the turtle is تكون إيه؟ أبطأ من الدولفين. أبطأ من يعني بطيئة، هي slower than. يبقى تقول the turtle is slower than the dolphin، أبطأ من الدولفين. فعلا السلحفة دي بطيئة جدا. يبقى أنا بقارن، المقارنة بتكون ما بين حاجتين، حيوانين، حيوانين، زرافة وأسد، نمر وزرافة، حوت وسمكة قرش، سلحفة ودولفين. بقارن ما بين حاجتين، حيوانين أو إنسانين أو شيئين. الفيل أكبر من الأسد. The last one، ترجموها يلا عشان أشوفها. الفيل يكون أكبر من الأسد. حتى يكون موجودة مش موجودة لازم تحطوا إز، لازم إز الفعل، لازم الجملة يكون فيها إز فعل verb. يلا آخر حاجة ترجموها. الفيل أكبر من الأسد. هكتب لكم كلمة فيل عشان اللي مش عارف. إلي فان بي إتش ف، طبعا دول احنا بنحفظها من كي جي. إليفانت وأسد يعني لاين. اكتبوا بقى الجملة. ذا إليفانت إز أكبر من، شوفوا يعني إيه الأسد يعني زي إيه كده.
انا عايزه اللي معاه نوت بوك، اللي معاه نوت بوك يكتبها في النوت بوك. اوكي في ناس كتبوها. ادم كتب ذا اليفانت، نسيت حاجه يا ادم يا ادوم، نسيت حاجه. ذا اليفانت بيجر كده على طول، ذا اليفانت بيجر، في حاجه ناقصه. حلوه جدا الفكره يا رودينا، المره الجايه ان شاء الله نعمل الفكره دي، متفقين؟ ما قلتليش ليه من اول السيشن كنا عملنا الفكره الجميله دي؟ انت تقراي عربي وانا اقرا انجلش. إن شاء الله المرة الجاية نعمل الفكرة الجميلة دي، أنا بقرأ الإنجليش وحد تاني يقرأ الكلمة بالعربي. إكسنت يا آدم شطور، عدلت الورد. ذا كذا إز إكسنت، إكسنت يا مؤمن، جريت شطور، إكسنت إكسنت. يوسف إكسنت شطور. ثواني بس نشيل الحاجات دي. مش الفيل أكبر من أكبر يعني بيجر مش فاستر، لازم نركز. ماشي كارما كتبت اكسلنت يا كارما، ثواني يا كوكي هشوف حالا، وريني يا كارما، شو مي يا كارما. The elephant is bigger than the lion. اكسلنت يا كارما، بليز love you more، love you more يا كارما، love you يا قلبي. اكسلنت يا حلوين كلكم شاطرين. The elephant elephant الفيل is يكون bigger than the lion. bigger than the line ما ننساش is. يبقى انا عرفت اكون، بس انا بص المطلوب منكم ان انت تعرف تكون الجمله دي بس، بس ده المطلوب منكم النهارده. المره الجايه بقى ان شاء الله ناخد اللونج adjective الصفه الطويله، وبعد كده نعرف نكتب بقى وقتها ان شاء الله ايه، نعرف نسهل نكتب الباراجراف يونت 2 على البارت ده. the giraffe is ايه، the line is. بص لازم is دي تكون موجود عشان ده verb. the giraffe is، the line is، The turtle is, the tiger is, the elephant is برضو، the tiger is، يبقى كله لازم يكون في is، the space is. اوكي عايزين تسألوا أي سؤال؟ we have finished النهارده، احنا خلصنا. إن شاء الله أشوفكم مع بس نو يس Goodbye, teacher. Goodbye, حلوين. See you next time, إن شاء الله. Bye, miss. 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 Bye, mi